جرح خلاني مجروح لا خابر من وجاني رح خلاني مجروح ولا خابر من وجاني نامي هون المعاملة مليحة والشعب منيح بس ما فيش استقرار ما فيش استقرار يعني كأنش قاعدة أحفاف النهر لا أنت قادرة تقطع النهر ولا أنت قادرة تضلش أحفاف إذا ضليتي حافة النهر بتخافي تيجي موجة عالية تغرقك بالبحر وإذا قطعتي البحر بتخافي تغرقي تقعي بالبحر إحنا هيك صاير بين الشعب السوري I'm so happy to meet you. Yeah. And that is very special. We can be here together. And this wall over here is for all of you. Yes? We would love some of your ideas of what you find to be beautiful, what is important to you. Okay? And then I will take those ideas and we'll put them together. And then we put them on the wall, okay?